أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يقال إن دفع الجزية السبب منها مقابل حماية المسلمين للكفار؟ الله جل وعلا يقول: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، هي الصغار والذلة لهم، فإذا بذلوها صاغرين عقنت دماؤهم، هو بالقصد منها في مقابل حمايتهم. نعم، القصد ذلتهم وصغارهم وعزة الإسلام ورفعته عليهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هذا الذي يأتي، يمكن نقول كل كافر نأخذ منه دراهم ونقول تبقى على ما أنت عليه ونحميك، هذا ما يصلح. نعم.